زواج أولاد العم الجزء العاشر. من دلائل زواج أولاد العم في الدين الإسلامي، قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: أبكر تداعبها وتداعبك؟ وهو إن الطفل يولد على الفطرة. قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفطرة هي الحنف، قال الله في الآية إن الحنف هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقصد بها الحنف يقصد به الطهر. والزواج يكون فيه الجماع الذي يكون فيه فقد البكر والعذرية، وأفضل تكون لله هذا الفقد بتاع العذرية والبكر والحالة الطهر الأول الكان من الفطرة التي ولد عليها الإنسان، أفضل أن تكون لله وفي زواج طاهر بين متشابهين أولاد عم. إنه الفطرة الإنسانية الذي يفطر عليها الناس فيها حال بتاع طهر، فيه عدم معرفة بالجماع وبجمع المختلف بين الذكر والأنثى. إنه الإنسان الذي يولد على الفطرة يولد على الحنف وعلى حال البكر وعلى حال العذرية، والطفل الإنساني يولد فيه القلفة وهي جلدة تغطي حشفة الذكر في الأولاد وتغطي لحمة البظر في البنات، حتى لا يكون في إحساس ولمس وجماع مع الأم أثناء الولادة، وهو تأييد لحال الطهر الذي يولد فيه الإنسان، إنه ليس له جماع، إن آلة الجماع حشفة الذكر وهي انتهاء أوراس الذكر، والبظر فيه قطع جلدة، وفي الأنثى بكون في المهبل فيه البكارة التي تغطي فتحة المهبل. كل هذه الأشياء تؤيد إلى إنه في حال الطهر هو الطهر، حال الفطرة هو الطهر. الإنسان يولد على فطرة لا يعرف الجماع وليس عنده مقدرة للجماع، وآلات الجماع مغطية من اللمس ومن الجماع، وهذا الحال بتاع الطهر الذي يولد فيه الإنسان بيعزز وبيكون حقيقة عندما الطفل ذات البلدوه يكون من زواج أولاد عم متشابهين كفاء، إنهم أكفوا لبعض، إنهم متشابهين في النسب ومتشابهين في العمر ومتشابهين في الحالة الاجتماعية ومتشابهين في الدين ومتشابهين في الأخلاق وفي كل شيء متشابهين، هم أولاد عم أشقاء ومتشابهين في كل شيء. فهذا التشابه بينهم يفقد المعرفة والتذكير بالاختلاف بينهم الذي هو في العورة، إن واحد فيهم ذكر والثاني أنثى، ولذلك هذا الطفل من هذا الزواج أولاد العم فيه هذه الفطرة، ممكن يقال إنه الإنسان إنه على فطرة وإنه هذا الطفل مولود على فطرة. أما الطفل الذي يولد من زواج بين اثنين مختلفين، أمه وأبوه الاثنين من شعوب وقبائل مختلفة، إنهم ليس أولاد عم، إنهم ليس عندهم الكفاءة النسب، إنهم في جسمهم دهم بيختلفوا من شعوب وقبائل مختلفة، إنه هذا الطفل اللي يولد بلد في حالة بتاعت اختلاط، في حالة بتاعت اختلاط بين الدمين مختلفين، فهو في حالة بتاعت نجاسة، وإنه أمه وأبوه مختلفين واجتمعوا في حالة زوجية في وحدة زوجية، إنه هذا بيذكر بالعملية الجماع التي يجمع فيها عورة الذكر والأنثى.
فهذا الطفل ليس عنده الفطرة في عدم معرفة الجماع، لأنه هو شيء مجموع بين حاجتين مختلفين، ولأن أمه وأبوه مختلفين واجتمعوا ذكروه بعملية الجماع وسرها ووصفها، فهذا الطفل لا يغال عليه عنده الفطرة. أما في الأطفال من الزواج أولاد العم والزواج الأكفاء فيه الطهر، فيقدر أن يقول عليه إنه ولد على الحنف، ولد على فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالطفل الذي يولد على هذا الـ من أولاد العم وفي حالة بكر وحالة عذرية، هذا الطهر وهذه العذرية بتكون له طاقة للحياة، إنه هذا الطهر والعذرية هي احترام للحياة، وإنها هي عزة، وإنها هي فخر وقبولية واحترام، واحترام العذرية مهمة، لأن الحياة لا تكون إلا من طهر. مثلا في الزرع النبات يكون من الماء والأرض جميعا، إنه الماء لوحدها لا ينبت منها الزرع، والأرض لوحده لا ينبت منه الزرع، إلا في اختلاط وجمع الماء بالأرض حتى ينبت الزرع. والماء هو لقول الطهر، والأرض بقول إنه يرضى بالأرض، لأن الأرض هي بارة، الإنسان لما يعفص أو يمشي على الأرض هي بتبره، بتتبعه، بتنزل لتحت معاه حتى يكون في أثر إنه مشى عليها. فلذلك الأرض فيها معاني الرضا، سمي لأنها عطاية، إنها تبر. والماء فيه معنى الطهر، إنه لو الطهر ما مرضي، إنه لو الماء تجتمع الماء والأرض، يعني الطهر يكون هو ما يرضي حتى يكون في الحياة. هذا فطرة الكون، هذه سنة الله على ما خلق، إنه لازم يكون في رضاء بالطهر حتى يكون في حياة. ولذلك أهمية حال الطهر وحال العذرية وحال البكر في الإنسان، ولأن الطهر والعذرية يقصد به الجمع الطاهر، والجمع يكون منه تكوين الحياة، فالجنين يكون نتيجة من الجماع بين الذكر والأنثى. فعندما يكون العلاقة بينهم علاقة طاهرة، هم أولاد عم متشابهين، ففي احترام للحياة. أما لما يكونوا مختلفين فهو تسكير بالعورات والنواقص والاختلاف، ففيه وهو خطأ النقص، والنقص والعيب في العورات هو خطأ. فعندما يكون هذا تكوين الحياة من فيه خطأ، هو القول بالموت وبالأذى. ولذلك احترام العذرية والبكر والطهر شيء مهم. الطهر والحنف شعائر الله، وقال الله: من يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. حالة العذراء هي أقلى ما يملك الإنسان، هو شرفه، هو عرضه بين الناس، وعزته إنه يقدر يواجه الناس، إنه هو إنسان طاهر، إنسان عبادته حقيقية لله كامل الطهر وقدوس، إنسان شريف في نسبه، إنه إنسان أعزر وبكر وماسك نفسه، ومعناها أبوات وماسكين نفسهم، ومعناها نسبه إليهم صحيح، إنه إنسان لا يرضى بالحاجة الأقل من الزنا وعورات الغرباء، فإنه إنسان عاقل يرضى بالأذى ويطلب الخير. فحالة العذرية وحالة البكر حاجة مهمة، وحاجة فيها الافتخار، فمفروض تشهد عليها زول فيه الثقة وفيه الأمان وفيه الشخصية التامة، حتى إنه في ود عمك يكون شاهد لك بين أهلك وبين في منطقتكم، ولأبوك ولأمك ولأهلك، إنك أنت إنسان شريف، إنه البنت لما عريسة ود عمها، ود عمها يدخل بها، ود عمها يجامعها ويدمر بكارتها في أول جماع،
وهو دعمها ينزل الدم فض البكارة في جسمه. فكل ذلك بيكون لها شهادة يشهد لها بأنها امرأة شريفة لنفسه وبين أهلها، فيثبت لها مكانتها وعزتها وعرضها في أنها هي أم صالحة، وأنها هي بنت عم صالحة وزوجة صالحة وإنسان صالح في المجتمع. ولذلك العذرية والبكر شيء عظيم يجب أن يشهد عليه ابن عمه وأهله الغريبين منه، اللي بيقدر يشهدوا له بالشرف. حتى لا تكون الفتنة أنه لو البنت اتزوج رجل غريب وفض بكارتها، أو لم يكن لها بكارة لأنها زنت من قبله مع رجل آخر، فلو حصلت لها شبهة، لو حصلت لها أي مشكلة، ما عندها أهل يقدروا يثبتوا يقولوا أن إحنا عارفين إنها بنتنا شريفة أو بنتنا شريفية أو بنتنا كانت عذراء يوم دخلتها، لأنه هم لم يدخلوا بها، دخل بها إنسان غريب. وطبعا هو لما المرأة تكون تزوجت رجل غريب وجامعت رجل غير ابن عمها، فهن هي فاقدة للشرف، فشرف البكارة يكون ليس له معنى، ليس له قيمة. ولذلك من أهمية احترام البكارة والعذرية إنه الإنسان يتزوج ابن عمه. وفي ناس بيقولوا كده، يعني حتى لو أنت إنسان عندك عشيقة أو حبيت إنسان قريب منك، فيقول لك اتزوج ابن عمك أول، ولد منه واحد اثنين ثلاثة، ثم طلقه وأرجع لضلالك ولحبك. لكن قدام الناس أبدأ بالخير، أعمل الحاجة الصح، أعمل الحاجة المحترمة، أعمل زواج أولاد العم. وفضل بكارة الذي يكون من أول جماع بين الرجل وبنت عمه ينزل منه الدم، والدم حاجة كبيرة، والدم في مكان العورة يرمز إلى 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 الموت. ولذلك يجب أن يكون مع الأهل لأنه فيه معنى كبير، معنى خطر، وإنه فيه احترام للنسب والدم، إنه لما ابن عمها يفض بكارته وينزل دمها هو لمس دمها، فهو شيء حقيقي، إنه هو من لحمه ودمها، فدمها إنه يلمس دمها، دم جسمه هو، ما فيه مشكلة لأنه من دمها، ما بكون لا مقرف، ما بكون كذب، بينهم دم، هم حقيقة بينهم الدم واللحم، هو ابن عمها. ولكن عندما البنت تجامع في أول جماع لها رجل قريب يفض بكارتها وينزل دمها، فهو في هو بيكون بيناتهم بقى الدم، لكن هو حقيقة ليس بينهم دم، فيكون هذا شبهة على النسب، ويكون شبهة في القتل، إنه البت لو خلت ولد غريب عنها فض بكارته ودمر اللحمة بتاعت البكارة، الغلف الجلد بتاعت البكارة ونزل منها الدم، في خطورة بتاعت قتل، إنه ممكن يحتدي على أهلها. ولذلك في بدايات الحروب ولذلك من الأمان إنه البت يفض بكارتها ابن عمها الكفو. ولأن فض البكارة فيه الدم فيه الخطورة، إنه الإنسان فيه ضمير، الإنسان لما يأكل تفاحة بحسب التفاحة بطعم التفاحة الحلو، الإنسان لما يأكل ملح بذوق طعم مرارة الملح. فنفس الشيء في 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 أثر في 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 الضمير من الأشياء. وقصة إنه البيت يفض بكارة رجل غريب، هذا الدم وهذا المعاني معاني العيب والنقيصة في العورة ممكن تستثير الغضب فيه، لأنها هي أصلا قريبة منه،
ليس بينهم دم ونسب، ليس بينهم أسبقية حياة. ما زي أولاد العام، أولاد العام أم أبوها وأبوه ولدوا من نفس الرحم ومن نفس الأب، هم أولاد عم لزم، فبيكون في بيناتهم الحياة من صغار، عارفين إنه هم أهل، إنه ما في زول حيأذي التاني، إنه هم أهل بيناتهم الحياة وعطاء الحياة، في فهم مثبت ثابت إنه حيكون بيناتهم العطاء، بيناتهم الخير. وهذا المعنى مع جميع الأهل في نفس القبيلة أو في نفس الشعب الإنساني. ففي زواج الغريب هذا العطاء المسبق للحياة مفقود، ففي معنى الخطورة والضرر والأذى واحتمالية المشاكل واحتمالية الأذى مع الغريب، لأنه في عدم مسبقية معاني الحياة وإعطاء الحياة. والبكارة لأنها فيها معاني الشرف والعفة والطهر، هي مهمة، معناها ما بكون حقيقي إلا لما يكون مع ود العم، لأنه ود العم بتشابه في طهر، في عدم اختلاف، والاختلاف هو النجاسة والتشابه هو الطهر. فعندما يكون الرجل ابن عم البنت في حقيقة للبكارة ولطهرها، وتدمير البكارة هي لأنه البكارة دي هي فصل لحمة فاصلة بين الذكر والأنثى، لحمة بتغطي المهبل، إنه الرجل لو حاول يجامع الأنثى يدخل ذكره إلى مهبل الأنثى، فيتوحد المختلف من ذكره ومهبلها، فهذه البكارة تمنع، هي لحمة سادة فتحة المهبل. فعشان كذا هي من الطهر ومن تأييد وجود الله ومن التأييد الوجه الحنيف الذي فيه الأنف والفم، مثال الأنف مثال للذكر والفم مثال للأنثى في بعد. فهذه البكارة تذكير إلى البعد بين الرجل والأنثى، الذي يؤيد وجود الطهر في الخلق، الذي يؤيد وجود الله. ولذلك البكارة مهمة، والبكارة الله أراد لها إنها يدمروها، لأنه في الوسط مفروض يكون في الجمع، زي ما في الوجه بيكون في طرف الرأس في طرف الجسم فيه عدم الجمع بين الأنف والفم بين الذكر والأنثى، أما في الوسط لأن الوسط مكان جمع، الجمع التام يكون فيه عدم المنع، فلذلك في تدمير البكارة. ولأن البكارة فيها معنى الطهر، والعورة فيها النجاسات وفيها الغدارات، وفيها الأوساخ التي تخرج من المني والخرى والبول والحيض، يجب أن تدمر هذه البكارة لأنها هي في منطقة ليس طاهرة. فلإحترام الطهر هذه البكارة بدمروها، عشان هي البكارة ضد طاهرة في منطقة غير طاهرة. هو كلام عجيب فعلا، إنه في 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 الزول بتوقع إنه ينظف الوسخ ويخلو الطاهر، أما في العورة بدمر الطاهر البكارة وما زال بتواصل مروق الأذى والوسخ. فهو معنى عجيب شوية، وهو ذات من معاني البكارة، لأن البكارة تعني الشيء العجيب، إنه الزول يرى شيء ولا يرى شيء بعده، مثل السراب يرى كأنه رأى ماء عندما يصل إليه لا يجد ماء، شيء عجيب. وهي لذلك البكارة من معاني الأنوثة والفقد، وفقدها فيها حقية. فالبكارة لأنها شيء طاهر، معناها يحق مع ابن العم الكفؤ الذي بينهم فيه كثرة التشابه وقلة الاختلاف، الذي يذكر إلى النواقص والمختلف ومع المختلف النجاسات. فلذلك كل ما ابن عم يكون هو الكفؤ، كل ما معنى البكارة بيكون حقيقي والطهر بيكون حقيقي، والجماع يؤيد إلى وجود إله طاهر حقيقي. ولذلك أهمية فض البكارة من ابن العم في زواج طاهر. والبكارة دي لحمة، ولحم الإنسان ليس كلحم الحيوان، حتى لحم الحيوان
ينتهك بشروط بقوانين وفي حدود وفي أيام معينة وفي أماكن معينة. فالله قال في 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 الحج إنه ممنوع الصيد دع الحيوانات، وممنوع قتل الطير والحشر في المسجد الحرام. ف وهذا عن الحيوان، والحيوان الخروف مثلا او الغنماية او البقرة والإبل الجمل ما بيذبحوه الا بعد ما يكبر واستقبال القبلة، له شروط وقوانين. قال الله سبحانه وتعالى: فصلي الى ربك وانحر ان شأنك هو الابتر. فسبحانه وتعالى ادى شروط للذبح ولقتل الحيوان وتدمير لحمة الحيوان، فما بالك بلحمة الإنسان بالبكارة؟ دي لحمة، لحمة عادية لونها بمبية زي الفشفاش، تخينة قافلة فتحة المهبل، ما ممكن تتدمر كده عشوائيا من أي زول لاقوه في الشارع، في الجامعة، في المستشفى، في الطيارة، في المطار، عند بيت الجيران. ده لحمة، ده لحم إنسان، وقتل الإنسان من الكبائر. فلازم يكون في اعتناء بلحم الإنسان. ففي الجامعات محل بيدرسوا الطب والمشرحة بتاعت أجسام الناس الميتين عشان يعلموا الطلبة الجراحة والمشرحة، وتقربوا من معاني وفهم أعضاء الإنسان. في رخصة من الحكومة ومن البوليس، بيكون في رخصة من وزارة التربية والتعليم، في رخصة من وزارة الصحة، لأنه جسم إنسان. وفي العمليات لازم يكون في ورق، وفي إمضاء عقود، وفي إذن من الإنسان اللي هيعملوا للعملية. في قوانين ضابطة للحم الإنسان في العالم، والبكارة دي لحم إنسان لازم تحترم، ولحمة إنسان فيها معنى طهر، يعني لحمة إنسان كريمة، ما مثلا أظفر فيه معنى كشف الجسم، ففيه كشف الأظفر فيه كشف اللحمة من تحت، فيذكر إلى كشف العورة، ففيه معاني سيئة، ممكن الإنسان يقطع أظفره وما تكون في مشكلة، لكن البكارة فيها معنى الطهر، فهي لحمة كريمة، لحمة فيها الشرف والعفة، وفي حقيقة الحياة والانتماء النسب وانتماء الإنسانية وعفة الأنثى ولطف الأنثى وشرف المجتمع والدين ومعرفة الطهريات ومعرفة وجود الله. فهي لحمة عظيمة ومعناها كبير، فلذلك لازم يكون تدميرها في أدب، في زواج كامل مع ابن العم الكفو. ولا تكون مع القريب، ولذلك وجود هذه البكارة وأهميتها يؤيد إلى زواج أولاد العم. فرسول قال للصحابي: أبكر تداعبها وتداعبك؟ فأهمية البكر وأهمية البكارة، والبكر هي البنت اللي لسه ما زالت على بكارتها ولا تعرف الجماع ولم تمارس الجماع من قبل. في أي مجتمع إنساني، في العائلة أو القبيلة، الرجل بخاف إنه بنت عمه يزوجوها لرجل قريب، يدمر بكارته، يدمر لحمته. يعني الإنسان بشيل السيف، بشيل العصاية، وبشيل السكين والخناجر، يحمون نفسهم من الغريب. ففي نهاية اليوم يخلوا راجل غريب يجي بيتهم ويدو بيتهم ويقوم يدمر اللحمة بكارته، يعني يدمر جسم في بيت بإذن. هذا شيء غير معقول، هذا شيء غير صحيح، هذا شيء ليس كريم. وين العزة؟ البكارة دي لحمة جلدة غلفة غشاء يكفل فتحة المهبل، يعني الأنثى لو كشفوا عليها وفرقت رجلينا وفرقت وراكينا وظهر فرجها ورأى
شفارينا، إنه لو فتحوا الشفارين ما بين الشفارين بتظهر لحمة بمبية. اللحمة البمبية دي هي البكارة أو لحمة البكارة أو غشاء البكارة الذي يقفل المهبل. والرجل في أول جماع بيرزم له إنه يدمر هذه البكارة حتى يقدر أن يجامع الأنثى في توحيد عورته وعورتها بإدخال ذكره إلى مهبلها ورحمها. ولأن هذه البكارة تكون في فتحة المهبل، هي جزء من المنع في الجمع بين الذكر والأنثى في أول جماع الذي يؤيد إلى وجود الطهر وإلى وجود الله. ولكن هي البكارة غير هذا المعنى المعنوي القوي الكبير الجميل الحلو الذي يؤيد إلى وجود الله الخير الطيب الكامل للطهر قدوس. وقال الله إن الله شديد المحال، يعني شديد الحلاوة. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن حلاوة الإيمان، إنه هذا المعنى في البكارة وعدم جمع الذكر والأنثى في أول جماع صعوبته يؤيد إلى وجود الله، ففيه معنى قوي، فيه معنى حلو، معنى طيب، ولذلك هي متعة. فزواج البكر الببكارة لا ليس كزواج الثيب التي ليس لها بكارة. ولذلك هذا المعنى القوي للطهر وجود الله الذي هو شديد المحال في البكارة يؤيد إلى المتعة واللذة والحلاوة والعسيلة التي يلقاها الرجل والأنثى في الجماع الأول. ولأن البكارة جزء من المانع في التقاء الذكر بالأنثى في الجماع، فالذكر يحتاج إلى القوة وإلى الضغط وإلى صلابة النصب في ذكره حتى يقدر أن يتعدى هذه البكارة ويدخل ذكره إلى فرج الأنثى ليتوحد ليكون الجماع. ففي كل هذه المتعة إنه كانوا يرون إن هذه المتعة تحق إلى ابن العم، لأنه معنى العم في أخ الآب، الخي آب، يعني ليس فيه خي، الشيء الطيب والشيء الخير، فهو أحق إلى هذه المتعة في البكارة من غيره، ابن العم. ولأن البكارة فيها معاني إنه الأنثى لم يكن لها أسبقية الجماع برجل غريب برجل آخر، فهذه معاني كلها يهتم بها ابن العم والأهل، فإنه ما في إنسان غريب حاول اعتدى عليهم، لأنه الجماع ده بكون في تكوين الحياة. فبعض الناس يرون في الحروب مثلاً وفي الاعتداء إنه يستعملون الاغتصاب ويستعملون الجماع في دون الزواج ومن غير أولاد العم كنوع من أنواع القول بالقتل والتهديد بالقتل. ولذلك منع وحرمة زواج القريب، لأنه المعنى ليس طيب، المعنى حروب. قال الله سبحانه وتعالى: يستحون نساءكم ويقتلون أبناءكم، وكان فعل فرعون لبني إسرائيل. ولذلك البكارة فيها المعنى الطيب، فيها المعنى الخير الذي يحق للأهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا خيركم خيري لأهلي، خيركم خيره لأهله، وأنا خيركم خيري لأهلي. وهو للقول إنه لو عندك خير أبدأ به في أهلك. وهذا المعنى مثبت في معاني الزكاة، إنه الإنسان إن لم يكن له مال كثير وملك كثير لا يعطي في الزكاة إلا بعد ما هو يشبع نفسه وأهله بالقنا،
حتى تزيادة يعطي منه للفقراء والمساكين. فنفس الشيء معنى إنه الرجل المعنى الطيب في البكارة ولذة الجماع الأول مع الأنثى يكون له لأهله، لا يعطيه للغريب. ومن معاني لذة البكارة والجمع مع البكر إنه الله سبحانه وتعالى غرر إنه في الجنة بيكون كل مرة الرجل يجامع أنثته يلقاها بكر فيدمر بكارتها، فترجع بكر وعذراء فيدمر بكارتها، فترجع بكر وعذراء فيدمر بكارته، وهذا مستمر خالدين فيها أبدا. وهذا لأن الجنة هي مكان خلق من عبادة الله ومن الطهريات والخير، ومعنى البكارة في معنى الطهر والخير واللذة والمتعة والحلاوة، لذلك هي جزء من نعم وجزاء ومتعة الجنة. ولذلك حقيقة معاني الخير والحلاوة والمتعة في البكارة، مما يعني أن يكون بين الأهل وبين الخير ولا يتركونه للغريب الذي لا يعرفونه، إنما يستفيد منه أهله وابن عمها. وفي الجهاد إنه الناس يتمنون الجهاد والشهادة لما فيه من الجزاء من الحور العين العزراويات البكر حتى يدخلوا بهم في الجنة ويتزوجوا منهم ويدمروا بكارتهم، فهي نعمة ولذة كبيرة، يعني الناس بيموتوا ليها في الجهاد. من المشجعات في الجهاد في سبيل الله هو جزاء الحور العين والبنات البكر في الجنة. ففي الدنيا الرجل لا يترك بنته للغريب، ولا الرجل يترك بنت عمه للغريب، ففيه هبالة وعدم وعي بالمعاني وبالقيم العالية والمتعة العالية. فيه هبالة ان الرجل يدي بنت عمه او يدي اخته او يدي خالته او عمته لرجل غريب يستمتع من بكارتها ومن عذريتها. ولذلك رأوا العرب ان الزواج والزواج الاول يجب ويلزم ان يكون بين الاهل وبين اولاد العم. ومن معاني البكارة إنها هي لحمة بدمروها في الجماع، في أول جماع، والجماع بيكون فيه تكوين الحياة، بيكون منه الحمل. فالله يضرب الأمثال، وقال الله في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثل بعوضة فما فوقها. فنفس الشيء زي ما الجماع بتكون منه اللحمة بتاعت الجنين بتاعت الحمل، فبكون منه تدمير اللحمة بتاعت البكارة. يعني في لحم بيتدمر في الجماع، وفي لحم بيتكون، وهي من المعاني الطيبة إنه هذا الفقد بتاع البكارة يتليه نمو بتاع لحمة الجنين. ولأن لحمة الناس وحياة الناس هي مهمة، والقتل من الكبائر، ولذلك الرجل يتزوج من بنت عمه وما يترك بنت عمه يتزوج منها الغريب ويدمر بكارتها. هذا فيها معاني سيئة لرجولتهم لأمنهم، لأنه لو الناس سمعوا بهم إنهم هم أدوا بنتهم البكر لرجال غرباء دمروا بكارتها، إنهم هم بيستهونوا نفسهم ولحمتهم ودمهم، إنهم هم رجال خطرين، إنهم هم رجال ساهلين، إنهم هم رجال دارين مشاكل. ولذلك حفظ البكارة وأهميتها وتدميرها من أهل البيت من أولاد العم هو المعنى الأصح، حتى لا يكون في قتل وما يكون في موت وما يكون في عدم احترام للناس
لشعبية وهوية وللحم ودم والبكارة بعد يدمروها تاني ما بترجع، فهي لحمة من الجسم الإنساني في الدنيا لا ترجع. أما في الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد المرء يدمر بكارتها ودعمها برجع تاني بتقوم بكارتها من جديد، وتاني بيدمرها في الجماع تاني بتنبت من جديد حتى تستمر معنى الحلاوة ومعنى الطهر ومعنى وجود الله في قلوب سكان الجنة أهل الجنة. والبكارة لأنها هي الطهر، لأنها هي تمنع الجمع بين الذكر والأنثى، فإنها غشاء مانع في مهبل الأنثى بين الذكر والأنثى، فيها معنى الطهر ومعنى وجود الله، ولذلك هي شيء يؤيد إلى وجود الله وإلى معاني الدين الحنيف. قال الله أغم وجهك للدين حنيفة، وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنه إن في نساء الجنة يكون فيهن البكر، وقال الله في القرآن عن نساء الجنة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، وقال الله بإنه زواج الجنة هيكون في طهر، وهذا الإنسان المؤمن الذي يؤمن بطهرية وجود الله وبالدين الإسلامي إنه دين حنيف يهدي إلى الوضوء وإلى الغسل وإلى التيمم وإلى الحج في البقعة الطاهرة المقدسة، إنه يحترم البكارة ويحترم الطهر ويعطيها لأهلها ابن العم الزواج الطاهر، فتكون له عبادة وتأييد إلى الله، ولذلك قيمتها ولذلك قوة الفساد وعظمة الفساد في تدميرها من القريب وفي الاغتصابات وفي مع ناس ما أهل لها ما أولاد عم، ناس يختلفون منهم ليسوا أكفاء. ودم البكارة هو نجاسة، لأن كل الدم نجس، ومنطقة العورة هي منطقة فيها نجاسات كثيرة مثل الحيض والخراء والبول والزرات والمني والشعرة، فكل هذه النجاسات إنه الإنسان إنه البنت الفتاة أبوها وعمها وهلأ يدوها لراجل غريب فتستحي منه، إنه هذا الدم بتاع البكارة من الحياة المفروض يحسبوها تكون في الحسبان عندما يفكروا إنه يكشف عورة بنتهم لرجل غريب في زواج مع رجل غريب، لأنه دم البكارة فيه معاني النجس لأنه هو دم. والمرأة أحسن لها لنفسها، ولأن الأنثى شيء كائن ضعيف والأنثى كائن لطيف والأنثى كائن حنيف، فيجب أنه يكون مع ابن عمها لأنه المعنى حيكون أسهل، أنه الإنسان الشاف دم بكارته وأنه يكون ودها لها ابنه ود عمها. والبكارة لأنها لحمة المهبل الماهبل ليس له بلاء لم يكن له جمع، فلحمة يعني بمعنى التحام بمعنى لقاء ليس له فيه جمع، يعني يقصد به مثل السراب، فالإنسان يرى ماء عندما يصل إليه لا يجد شيء، ولذلك تدميرها يجعل من الأنثى مرة تمام ما فيها معنى الكذب والخداع والغش في البكارة، ولذلك البنت قبل الزواج بكون فيها كثرة اللعب، والأطفال البنات الصغار فيهم كثرة التخيل، فالبنت تلقى ماسكة كوباية وعاملة فيها بتشرب فيها وهي الكوباية فاضية ملانة هوا لعبة الشفع يعني، وعندها بنت من صغيرة بتلعب بها إنها هي أمها عروسة بتلعب بها وهي ما أمها ولا لم تتزوج ولم تلد، فبتتخيل، فهذا التخيل هذا كله من البكارة. أما الأنثى بعد الجماع وبعد تدمير البكارة بتبقى مرة دقرية، مرة زي ما بقولوا فنجرية، والفنجرية هي الفنية جرية، يعني الفنية الشيء الفنية وفي الخطة يكون
زول مستقيم ليس ذي عوج، ما بقول حاجة وبيعمل حاجة مختلفة، لكن فنجري بيعمل الحاجة المفروض تدعمل رجالة، فمرة مرة بترجال وبتكون مرة تراجل. كلامه دغري بعد تدمير البكارة. ولذلك مكانة المرأة المتزوجة في المجتمع دون المرأة الفتاة والمرأة والبنت الصغيرة، إن المرأة المتزوجة والمرأة المتزوجة من ود عمها وتم تدمير بكارتها، إنها بتبقى مرأة كبيرة ومرأة واعية ومرأة فاهمة، وحتى عورتها بتتغير بتبقى لأنثى، لأنه قبل الجماع في حالة العذرية والبكر المهبل لا يدخل الأصبع، وفي البكارة غشاء المهبل. ليس في أنوثة، ليس في فقد حقيقي. أما بعد الجماع وكثرة الجماع مع الزوج في شهر العسل وتدمير البكارة، بيبقى المهبل فاتح. عندما يفرق بين الشفارين بيكون في قد واضح أسود في مكان البكارة اللي هي فتحة المهبل، فبتكون أنثى حقيقة. ولذلك الجماع مع ود العم هو تغيير من حالة العذرية إلى حالة الأنثى، وما حاجة هينة، وما لازم تكون مع الغريب، لازم تكون مع الأهل. الأهل هم اللي بلدوها، اللي جعلوها بنت أو ولد، الأهل هم اللي كونوا لحمها ودمها، وهذا الاستمرارية مع الأهل حتى يبقوها مرأة من الاستقامة ومن العقل ومن المفترض ومن المتوقع في الحياة. وكل هذه الأسباب وهذه المنافع في تدمير البكارة من ود العم تؤيد إلى أن الزواج يكون مع ابن العم ولا يكون مع القريب، وأن الأنثى تفقد بكارتها ويفض بكارتها زوجها ابن عمها بعد زواج فيه مشاعر الطهر، لأن البكارة هي الطهر، وفي استعجال مفروض يكون للزواج. وفي الإنسانية دائما كان في بتزوج صغار حتى يدمروا هذه البكارة احتراما للطهر، وفي المسلمين كان في الزواج المبكر لحتى برضو يدمر هذه البكارة احتراما للطهريات والاحتراما لوجود الله. وقال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والطهر من شعائر الله العظيم. قال الله: أقم وجهك للدين حنيفة. والحنف هو الطهر، والبكارة لنا فيها معنى الطهر، لا ما مفروض تكون في مكان العورة محلات النجاسات، وتدميرها شيء مهم فيه تعظيم لحالة الطهر ولوجود الله. ولذلك من الإيمان ومن الخير الزواج، والزواج هو سنة الأنبياء، ويقصد بالزواج أنه دمروا بكارة بنات عمهم. فسيدنا إبراهيم عليه السلام دمر بكارة السيد سارة عليه السلام، وسيدنا محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم دمر بكارة السيدة عائشة رضي الله عنها، وسيدنا علي بن أبي طالب دمر بكارة السيدة فاطمة بنت محمد، فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فهذه هي سنة الأنبياء وسنة الصحابة والصالحين. ولذلك احترام البكارة واحترام الطهر لاحترام الله وتعظيم شعائر الله، واحترام إنه الجماع والزواج مع ود العم يكون بين هو متشابه، فهو طهارة وليس نجاسة كما يكون بين الجماع والزواج مع القريب. فيحيق أكثر البكارة للزواج مع أولاد العم، وهو مما يدل ما هو دليل وتأييد إلى أن زواج أولاد العم هو الصحيح، وزواج الغريب هو الخطأ، لأن البكارة يجب تدميرها في زواج أولاد العم.